بالعلم وبالفهم الراشد، بالعزم وبالأمل الواعد، نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. للأنفس نطرق أبوابا، فنداوي بالخلق خرابا، ونعالج أمراض الأسر، ونري المجتمعات صوابا. نظهر حقا، نوضح حكما، نشعل ضوءا، نزرع همة، نبذل ما في الوسع وندعو. زدنا يا مولانا علما، زدنا يا مولانا علما، زدنا يا مولانا علما. رياض الأصالة زاد المنى، يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء. سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى. مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السنا، فجوال زاد رفيق السرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الراصد. أسعد في بداية هذا اللقاء بالترحيب بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا جميعا. شهوة التوسع ومراعاة الحال هو موضوعنا في هذا اللقاء. ربما لا يجب أن يكون لهذا الموضوع مقدمة، لأننا نحكي فيه حال كثير من الناس، بل ربما لا أخطئ عندما أقول جل الناس. صور متعددة، أسباب متنوعة، ولا بد لنا من علاج، فلعلنا نأتي على هذا الموضوع في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى. شيخ محمد، يعني في البداية، ماذا تقول عن زهرة الحياة الدنيا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله جعل الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، وعرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتها، وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها، وطهر قلوب عباده المخلصين من التعلق بزينتها وزهرتها. وقال لنبي عليه الصلاة والسلام: لا تمد ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا تنظر بعينيك معجبا ومستحسنا أحوال أهل الدنيا المستمتعين بها، ولا يطمح بصرك إلى زخارفها فتتمنى ما متعنا به أصنافا من هؤلاء في المآكل والمشارب والملابس الفاخرة واللذائذ والبيوت المزخرفة والمراكب الفارهة زهرة الحياة الدنيا. كل هذا تبتهج به نفوس المغترين بها، ويأخذ بألبابهم بريقها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، فلحسنها ونظرتها صارت كأنها فاكهة حلوة خضراء. والله عز وجل قال: لنفتنهم فيه، يعني جعل هذه الدنيا فتنة للناس. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه: ورزق ربك خير وأبقى، مصبرا عباده المؤمنين. وعاتب: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن ما نراه اليوم من قضية التوسع في الدنيا هو عبارة عن انجذاب وغرق في متاعها ومباهجها، وتجره ببهجتها ليتوسع فيها
فيحصل الضرر ويتوسع أكثر من طاقته. إذن شيخ محمد، يعني صور يعني شهوة التوسع وعدم مراعاة الحال يعني ربما نجدها متعددة وبأشكال متنوعة في الناس. الإشكال شيخ محمد أنه يعني أحيانا مد الأعين إلى زخرف هذه الدنيا وإلى زينتها يكون من بعض الناس يعني مع قلة ذات اليد، مع ربما أحيانا فقره، ومع ذلك يعني مد الأعين بل واليدين إلى زخرف هذه الدنيا رغم حاله فلا مراعاة لهذه الحال. طبعا هذا معناها افتقاد الحكمة بالإضافة إلى الافتتان بالدنيا. نعم. يعني صار عندنا أمران، يعني قد يفتتن بالدنيا غني وعنده ثروة ويجمع ويفعل، لكن المشكلة تجد ناس يعني راتبه ما يؤهل فيستدين ويقترض ويعني يتعاطى العناء الشديد ليحصل على هذا الشيء. نعم. ويتوسع ويتمتع وما عنده أصلا يعني ما يشتري به، فقير مدقع مسكين مفجع، فتراه بالرغم من حاله يعني راتب محدود، يمكن أحيانا ما في لا يقنع إلا بالسكن في أفخم الأماكن وأرقى الأحياء وأكثر غلاء، ويقترض ويبني لأجل قضية ثم يتورط في القروض ويقترض من جديد ويدخل تورق على تورق ويداوي داوني بالتي كانت يداو. نعم. ويبغى يغير أثاث المنزل مع أنه ما عنده قدرة على أنه، وحالة أثاث الأول جيد يعني لا، لكن متابعة للأغنياء وأصحاب الثروات. أخي الشيخ باز رحمه الله قالوا لنا أنه طلبوا منه تغيير الكنب اللي في المجلس، رفض، قال ليش يعني إيش فيه، وألحوا قال نحن مسافرين، احنا مسافرين خلاص، مسافرين يعني الدنيا الآخرة. وقبل موته سبحان الله يعني ألحوا عليه يغير ويجيك ضيوف ووجهاء وناس من ضيوف وفود كل أخير طلب لجنة، قال تجي لجنة ويشهدون أنه هذا غير صالح للاستعمال، هو يتحمل المسؤولية، الشيخ لا يبصر. ف غيروها بعد أسبوع مات الشيخ الله يرحمه، كما حدثني بذلك يعني كاتبه، قال يعني رحمه الله لما يعني خلاص أصروا عليه وأحرجوا ما عاش بعد أسبوعا، يعني قالوا له غير البيت، قال البيت هذا لنا 16 سنة فيه ولا ندري كم بقي من أعمارنا. المشكلة الآن بعض الناس لا يركب إلا سيارة جديدة مع أنه ما عنده، يأخذ بالأقساط، إيجار منتهي بالتمليك، ولو طيب تزيد عليه النسبة تتضاعف، ثم لو استأجر الأشياء الفارهة، لو استعار وكذلك يعني يعينه أو يدفعه أو أحيانا يحرجه زوجة تريد الاستمتاع بمواهج الدنيا والتوسع مع إحراج زوجها وإيقاعه في الديون المتعددة، خلاص يقول أنا أبغى لازم نسافر، خلاص جاي الصيف لازم نسافر. صحيح. نسافر لوين؟ كذا كم اللي طيب تكلفة السفر كذا، مدري دبر لك فيزا استقطراض على العمل على مدري إيش، أحد يسلفك يعني بأي طريقة، وحين يكون عندهم شيء مثلا يعني أرض أعدوها لبناء مسكن الأسرة بيعها وبعدين تدبر معها يحلها الحلال. وكذلك نظرت في حجوزاتهم حتى في عباداتهم، صار واحد يذهب إلى أماكن، المشكلة يعني هذا المكان الفخم وبوفيهات ونشتري ماركات وهناك في أسواق فخمة ومطاعم وأشياء، وبالمرة نسوي عمرة، يعني ما عاد صارت الذهاب الآن للعمرة كثير منه عبارة عن استمتاعات بالدنيا أكثر من قضية عبادة يعني. ثم الواحد ما يأكل الأغلى الأطعم وأرقى المطاعم، ولازم مثلا الأفخر الثياب، ولازم ماركات، ما تقول ماما تجيب لي شيء عاد، ماركات.